عنده حظوظ كبيره ان شاء الله باش يحتضنها. والمغرب الحمد لله عنده مركبات ممتازه وعنده زعما مؤهلات باش ينظم كاس العالم، علاش لا؟ وان شاء الله حنا كنعتقدوا غادي ينظمها ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا جينا باش نساندوهم ان شاء الله باش ما بعد الدراجات ديالنا وبعد المجموعه ديال الناس ديالنا وجاو من نواحي المغرب، جاو من الدار البيضاء، جاو من الرباط، كاين ناس ديال مكناس جاو هما يساندو هذا الملف هذا ديال الترشيح ديال المغرب كاس العالم، ونتمناو على الله يدوم.